المعتنيات او حقه التركات وحقين الورثه والناس اللي مهتمين بالنوادر بالضبط، يعني هم الاكثر نجي لمهم على اساس احنا نقول نتفاوض معهم، لان هذه الاشياء ممتلكات يملكونها لهم 30 40 سنه الى 50 سنه، واحيانا تكون عمرها اكثر من كذا موجوده عندهم، فحتى هم انها تطلع منهم ترى تعتبر من الشيء الصعب، يعني انك تكونك مقتني لك شيء 60 سنه وتبي تبيع بسهوله، هذه من اكبر المشاكل او العوائق اللي انا اواجهها، وخاصه ان اكثر مشترياتي تكون داخل السعوديه. عندي الماليزي يعتبر هذا من اندر نوادر العود اللي موجوده، طبعا هو كلها اندر ووتر، ومعنى كلمه اندر ووتر كميه الدهن اللي موجوده فيه اكثر من الخشب نفسه اللي هو يكون غطاس او بالمصطلح اخر. وفي برضو الاخشاب الثانيه اللي تكون مجموعه من مثلا هذه ماخذها من تركه محتفظين فيها حوالي 47 سنه ومجمعها شايب والله يعفو عنه عنا يا رب العالمين، مجموعة يمكن حوالي 5 أو 6 كيلو، فهذه. وعندي الشنطة الحمراء هذه غالية على قلبي جدا جدا كثير، خاصة أن هذه الشنطة فيها الله يرحمه صورة الملك فهد، وعمر الشنطة حتى يوم شرين موجودة الجريدة، وعام من عام 1411، فحتى إذا جوني ناس نبي الشنطة الحالة فأنا أعتذر، حتى العود ما أبي أفرط فيه، وأحيانا أجيبه هنا بس مجرد للدعاية والإعلان، الحمد لله هذا فضل من ربي سبحانه. هذا كان في شايب الله يذكره بالخير طلب مني اني اقيم الاعواد اللي موجوده فيها، وجيت وشفتها والحمد لله الاعواد اللي فيها تعتبر طبعا من نوادر النوادر، وطلبت مني اشتريها رفض رفض تام، وقلت محاولات محاولات محاولات، بعد توفيق الله سبحانه باعها لي. بعد ما باعها بعد فتره يعني وانا معطيه سعر فيه يعني جدا عالي عالي، لان ما شاء الله تبارك الله الاعواد اللي فيها جدا تستاهل. بعد فترة هو رجع لأمي وعطاني ضعف ما أنا شريته، ولكن رفضت لأن ندرة هذه الأعواد وجودها يعتبر شيء اندثر الآن، فهذه قصته، وأنا أعتبر أني أنا الحمد لله يعني قنيت كنز ما هو عود بس، فهذا توفيق من الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر.